طبعا احنا اليوم بنتكلم عن الطب وبانواعه. الطب طبعا الاعتيادي معروف انه يحتوي على مواد كيماويه كثيره، حوالي 4000 ماده كيماويه، ومنها 60 ماده يعني يعتبرون مسرطنه. اي طبعا هذا الجيل اللي هو الاولاني، لا زال طبعا بعض الناس يدخنون هذا الترتيب. شنو اضرارها المباشره؟ اضرارها المباشره طبعا ان هناك هذه المواد بالذات عندنا اللي هو القطران ممكن يسبب سرطان، بالذات سرطان الرئه، وممكن يكون اضرارها على ايضا الحنجره وعلى اللثه. فهذه طبعا الاكثر شيء، بس ممكن يكون سرطان في أي مكان في الجسم. في حاجات يسمونها أيضاً اللي هو انتفاخ الرئة والتهاب القصبات المزمن، هذه أيضاً يعني عبارة عن تلف لأنسجة الرئة، وإذا حصلت يعني ما ممكن علاجها بسهولة، يصير ويا الشخص مدة طويلة. الجيل الثاني اللي هو السيجارة الإلكترونية، خطورتها ان هي صارت يعني انتشارها بكل سهوله بالذات ما بين فئات الطلبه، فهذا طبعا الانتشار هو بسبب اللي هو خطورتها. الان الجيل الجديد طبعا من التدخين اللي هو ما يسمى بالسحبه، هذا الجهاز طبعا الكتروني ما في رائحه ولا في دخان وسهل ممكن تخبئ به، لذلك الطلبة هم اللي مستهدفين به. مو بس إنه هو طبعاً النيكوتين اللي فيها، في الآن اكتشفوا إنه هو السائل هذا يحتوي على الأقل مادتين تدخل في صناعة التبريد، وهذول مسرطنين أيضاً. ولأن الدراسات قليلة على هذا المنتج، إلا أن لا يمنع أنه في المستقبل يكون اكتشفوا في أضرار أخرى كثيرة. شعار منظمة الصحة العالمية لهذا العام هو الطب يعني يضرنا أو يهلكنا ويسمم كوكبنا. كيف يكون هذا الكلام؟ طبعا احنا عارفين أنه الطب مادة يتم زراعتها وإنتاجها وتصنيعها وتوزيعها، وكل مراحل هذه فيها نفايات. هذه الأشياء طبعاً لما أقول أن زراعتها الأرض التي تزرع والبلد اللي هو منتج أو يعتمد في ميزانية على تصدير التبغ، هو طبعاً يستعمل أرض، وهذه الأرض عادة لا تكون صالحة للزراعة بعد أن زرعتها بالتبغ بسبب اللي هو سمية هذا النوع. الشيء الثاني انه التوسع وقطع الاشجار والغابات، وطبعا هذا تاثيره على المناخ بسبب الاحتباس الحراري، ونشوف انه هو اللي صاير الان في بلدان يكون فيها فيضانات وبلدان فيها جفاف، وهذا طبعا تهلك البشر وتهلك النباتات والبيئه كامله. نأتي لآخر مشكلة اللي هو النفايات. لكل منتج وكل عملية تصنيع إليها اللي هو النفايات، حتى زراعة فيها نفايات. الطريقة يعني اللي تتخلصون منها طبعا لها تأثير أيضا على البيئة وعلى الحكومات. طبعا لازم أن هي توضع قوانين للحد من هذه المشكلة، والدول اللي هي يعني تستعمل الأرض في الزراعة يجب استبدالها بمحاصيل مفيدة. منظمة الصحة العالمية عندها بند لمساعدة هذه الدول. هناك نوعين من التدخين، التدخين الإيجابي ونقصد به طبعا لما المدخن مباشرة يدخن السيجارة أو يدخن الشيشة أو يستخدم بقية الأنواع من التبغ. المدخن حوالي يستهلك 85% من الدخان يعني في جسمه، و 15% هو اللي طلعه، وهو اللي طبعا يكون تأثيره على من حواليه. لا نستأصل في هذه 15%، لأن أضرارها بتكون بعد نفس الشيء، يعني ممكن تكون سرطانات وأخرى بالذات على الأم، حتى إذا كانت
يعني الأم حامل وتستنشق هذه المواد إلى تأثير حتى على الظهر حتى على الجنين. هذا طبعا لما يكون الدخان مستنشق في الجو. لكن هناك أيضا أضرار غير مرئية بالنسبة للتدخين السلبي، واللي هو طبعا لما يكون تلوث ببيئة المكان نفسه في الغرفة في الأثاث في الصبغ، هذا ممكن حتى في ملابس المدخن لما يدخن وعنده طفل يعني شايده، يعني لما يستنشق الطفل هذه الجزيئات من ثيابه ممكن يكون إليه تأثير. فهو طبعا الناس ما تدري انه هو هذه الجزيئات موجودة، المدخن ما بيشم ريحته انه هو يعني في ملابسه هذا الدخان. طبعا في النهاية يعني نصيحتي لكل المدخنين والغير مدخنين، فأقول لهم لا تبدأ الطب، تجنب الأقلع الآن تربح الصحة غدًا.